دانيت بيلك هي مصممة أزياء شابة كانت تسافر دائما عندها عمل وشغل، وكانت تاخذ معاها ملابس قليلة عشان تنتقل بسهولة. وفي يوم من الأيام دعيت دانيت إلى حفل معين وحبت أنها تاخذ معاها ملابس مناسبة، فبحثت في حقيبتها لكنها ما لقت أي ملابس مناسبة. فشو كان الحل؟ الحل كان بسيط جدا، أسلوب جديد في عالم الطباعة اسمه 3D Printing أو الطباعة ثلاثية الأبعاد. دانيت طبعت ملابسها بالآلة الطابعة الجديدة هذه. طبيعي جدا أن الشخص فينا تكون عنده في البيت آلة طابعة ينسخ فيها يطبع منها، لكن الغريب هو أن يمتلك الفرد العادي في منزله 3D Printer تنتج له قطع ملابس أو مجسمات للزينة أو أي منتج ما تخيلنا في يوم من الأيام أنه ممكن ينصنع بغير استخدام الآلات الكبيرة وعمليات الإنتاج الضخمة في الورش والمصانع. فكرة الطباعة ثلاثية الأبعاد تقوم على تقنية اسمها Additive Manufacturing أو التصنيع بالإضافة، وهي عملية صناعة مجسم ثلاثي الأبعاد عن طريق إضافة المواد الأولية على شكل طبقات دقيقة بدل الطريقة التقليدية اللي كانت تتمثل في أنهم يجيبون قطعة وينحتونها لين يوصلون الشكل المطلوب. لكن المشكلة في هذه الطريقة القديمة هي استهلاك مواد كثيرة من أجل الحصول على المجسم النهائي. أما مبدأ الإضافة اللي يقوم عليه الـ Additive Manufacturing سهل كثيراً من عملية تصنيع المنتج، وبالتالي حقق قفزة في تبسيط عملية التصنيع وإمكانية تنفيذها من قبل المستهلك العادي وفي داخل بيته أيضاً. تخيل أنك قاعد تصنع لعبة أطفال على شكل ميكي ماوس، واخترت أنك أنت تستخدم الطريقة التقليدية وأخذت قطعة من الخشب ولست تنحتها، واكتشفت في نص العملية أنك غلطت في نحت إذن ميكي ماوس وكسرت جزء منها. شو اللي بيصير؟ بتتخلص من هذا كله وبتجيب قطعة جديدة وبتعاود الكرة مرة ثانية، لأن خلاص الخشب اللي انكسر انكسر ما بتقدر أنك أنت تصلحه. لكن لو غيرت رأيك واخترت الطريقة الجديدة في التصنيع اللي هو التصنيع بالإضافة وصار نفس الخطأ معك وانكسرت إذن ميكي ماوس، شو اللي بيصير؟ بالبرينتر بتستطيع أنك أنت تضيف أجزاء جديدة layers طبقات من المواد الأولية المستخدمة، وخلينا نقول البلاستيك، وبتقوم البرينتر بتصليح شكل الإذن وبتكمل عملها لين ما ينتهي الشكل المطلوب. ميزة التصنيع بالإضافة أن يقتصد في استهلاك المواد الأولية والقضاء على مشكلة المخلفات الناتجة من عملية التصنيع، لأنك بتستخدم فقط الكمية اللي بتحتاجها بدون أي زيادة على عكس عمليات التصنيع التقليدية. تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أبصرت النور في الثمانينات من القرن الماضي، وكانت في البداية تستخدم في عمليات التصنيع الضخمة وفي مجالات محدودة، لكنها اليوم تطورت بشكل كبير وصارت تصنع مختلف أنواع المنتجات، بداية من المنتجات الاستهلاكية ووصولا إلى الخلايا وأعضاء جسم الإنسان. كل هذه المنتجات تصنعها الـ 3D Printer في خطوات بسيطة. أول شيء تقوم أنت بتصميم المجسم بأنك أنت ترسمه 3D على الكمبيوتر أو تسوي له سكان في سكانر خاص بالـ 3D، وبعدين يقوم برنامج خاص بتصميم شرائح المجسم شريحة وراء الأخرى بطبقات، وبعدين يتم إعطاء الطابعة الأمر لبدء الطباعة، وفي داخل الطابعة توجد المادة الخام، خلينا نقول مثلا البلاستيك، وتبدأ الطابعة بصب البلاستيك على هيئة شرائح لين يكتمل المجسم، بعدين تأخذ المجسم هذا وتلونه مثل ما تبغى. استخدامات الطباعة الـ 3D ما تقتصر على صناعة الكماليات والسلع الاستهلاكية، هالنوع من الطباعة اليوم يحقق منجزات كانت أحلام في خيال الإنسان، خصوصاً في مجالات مثل الصناعة والفضاء والرعاية الطبية.
من حوالي 3 سنوات تمكنت الطابعات 3D من إنتاج نماذج لأعضاء بشرية كاملة، بحيث يقوم الجراح بتجارب على هذه الأعضاء بدل أعضاء الإنسان أو المجسمات المطبوعة بالطريقة التقليدية. هذا النوع من الطباعة ميزته أنه يعطي شكل مشابه جداً لأعضاء البشرية، وبالتالي تكون عملية الجراحة أو التدرب عليها دقيقة جداً. العالم اليوم على أعتاب مرحلة من السبق المدهش في مجال الرعاية الطبية. هالمرحلة بدت لما تمكنت مجموعة من الشركات من طباعة أعضاء من جسم الإنسان بطريقة 3D printing، مثل شركة أورغانوفو اللي طبعت نسيج حي لكبد الإنسان بهدف استخدامه في اختبارات السموم الدوائية. وفي العقود المقبلة راح تزرع أعضاء الإنسان فقط بأخذ عينة من أحد أنسجة جسمه. تعرفون شو يعني هذا؟ يعني ما بيكون في شيء اسمه فشل كلوي، لأن الإنسان بيقدر يزرع كبد جديدة ومن نسيجه. طيب حد يقول شو يعني من نسيجه؟ يعني من عينة من جسمه، مما يعني أن جسمه ما رح يرفضها. وكذلك الحال لباقي أعضاء الجسم مثل الكبد والقلب والكلى وغيرها. في شركة يابانية سوى شيء غريب جدا. تصوروا يأتي الزوج بصوره وفيديواته والزوجة كذلك، ويجمعونهم مع بعض، ومن خلال دراسة أشكالهم وأجسامهم وتفاصيل كثيرة بيقدرون أنهم يعطونهم أشكال أطفالهم في المستقبل. كل هذا بأقل من 5000 درهم فقط. أما في مجال الإنشاءات فهذا النوع من الطباعة بيكون هو المستقبل. الأمر ما توقف عن طباعة المواد الأولية، لا لا، بل ممكن لطابع اليوم أن تطبع، لاحظوا، تطبع مش تبني، تطبع فيلا في 3 ساعات فقط. هذه الفيلا تم بنائها من قبل شركة صينية استخدمت مادة أولية سرية من إنتاجها الخاص لطباعة 6 وحدات ثلاثية الأبعاد، وقامت بعدها بتركيب هذه الوحدات على طريقة مكعبات الليجو، ودعت الجمهور لزيارة المنزل المطبوع والتعرف عليه. في شركة صينية ابتكرت طريقة لطباعة المنازل 3D وخفضت تكاليف البناء إلين $500، شيء عجيب. وأيضاً الوقت المستغرق في بناء المنازل نزل من 6 شهور، تعرفون لين كم؟ 10 أيام فقط، 10 أيام يكون عندك بيت. والآن إحدى هذه الشركات راح تبني مبنى للمكاتب في دبي بطباعة ثلاثية الأبعاد. المنازل المطبوعة تتميز بقدرة عالية على تحمل الزلازل الأرضية حتى درجة 9 على مقياس ريختر، ومادتها الأولية تجعلها مضادة للماء والنار، وتمنح المصنعين القدرة على إضافة العوازل الحرارية بكل سهولة. يعني باختصار هي منازل مهيئة تماماً للاستخدام البشري في أي منطقة من مناطق العالم. طيب إذا قدرنا نحن نطبع منازل وأعضاء بشرية، فمش غريب أبداً أن مثلاً نطبع مفاتيح وأقفال وأحذية وأسلحة. أي نعم، أسلحة. قبل فترة قصيرة في شخص اخترع طريقة لطباعة مسدس في داخل برينتر قابل للاستخدام، وهذا الشيء يخلينا نتساءل عن الجوانب القانونية اللي لازم اليوم الدول تتحرك درسها وتفعلها للحد من تهريب المواد عبر الحدود. بعد سنوات بتكون عندك 3D printer في داخل البيت، بتطبع ملابسك حسب الطقس، وبتطبع ألعاب أطفالك والصحون والأكواب وعدة المطبخ كاملة. والشركات ما راح تفتح محلات علشان تعرض وتبيع بضاعتها، راح يبيعولك سوفتوير على الإنترنت، وراح تنزل على كمبيوترك وتطبع احتياجاتك في الحياة أيا كانت. حتى السوبر ماركت ما راح يخزن أشياء كثيرة في مخازنه، بل راح يستخدمها في وضع آلات طباعة ضخمة، وراح يطبع معظم الأشياء اللي تباها، الصابون، المعجون، اللبان، وأي شيء يخطر على بالك. تصور أنك تطبع الكاكاو والحلاوة في 3D printer. شركة 3D Systems اخترعت طابعة سمتها شيف جيت برو. ما عليك إلا أنك تحط فيها المكونات الأساس لصناعة الحلويات مثل الحليب والسكر والطحين والماء وغيرها، وبعدين تعطيها الأمر فتبدأ بطباعة الكاكاو أو الحلاوة اللي تباها
بالشكل والألوان اللي ترغب فيها. يقول العلماء أن الطابعة 3D بتنقل البشرية للمستقبل بسرعة هائلة، فالإنتاج بيكون أسرع وأقل كلفة والجودة بتكون أعلى. لكن أتساءل كيف بيكون حال القطع المصنوعة يدوياً؟ ماذا سيحصل للفن، للموسيقى، للكتب والتحف الفنية الجميلة واللوحات وغيرها؟ وكيف سيكون حال وشكل الإنسان اللي حتى أجزاءه بتكون مطبوعة؟ لا أعلم، لكن أتمنى أن نحتفظ بشيء من الذوق والجمال في حياتنا. من أول الحجر القديم.